السلام عليكم مشاهدي الأعزاء. اليوم مشينا لغابة مديونة نديرو نتغداو تمنشيو السردين، وقلت نشارك معاكم الأجواء هنايا كيف النية. كنتمنى تعجبكم وبقاو معانا تشوفوا الفيديو حتى الأخير نعم، وما انا خمسة تمشيو كيلو ما فايت. شاء الله ديال السردين، وكنعملو عليه المدحه. دابا غنخلطوه ونديروه في الشوايه ديالنا. جبنا معايا جوج الشوايات، هانتوما كتشوفوا كنعدلو السردين ديالنا. أستي عزيز كينفخ لينا السردين. هذا الشيف عزيز كيقدم لينا السردين مشوي في الغابة. شنو مسمية هاد الغابة؟ شنو مسمية عزيز هاد الغابة؟ غابة مديونة. ودابا لقيتوني هنايا كنعد السلطة اللي غنرفقوها مع الحوت مشوي. عملناها كما كتشوفوا في الطبيعة. هانتوما يا المشاهدين ديالي الأعزاء، الحوت كيتشوى، يعني كنشويو السردين وكنديروا السلطه في هاد المناظر ديال الطبيعه كما كتشوفوا. انا ما نضربش التمر يا بعد ولي يا بعد ولي. كذلك عندي هنايا الخل والزيت كاع ما جبتو، ودابا غنخلط. وتشوفوا ريحة السردين مع ريحة السلطة والهواء نقي. شوفوا هنا عملت الحامض معصر مع التومه ومع شويه ديال قزبر معدنوس طحن الثوم. ودابا عملته هنا على الحوت ديالي اللي بغى يديرو، وهنايا كنعملوا عليه الحامض وهو باقي سخون. وكما كتشوفوا ها السلطه ديالنا وها العصير وها الخبز وها الحامض، وبالصحه والراحه. وكما كتشوفوا عندنا هنا الكبده، حتى هي كنشوي بها الكبده الحوي. وهانتوما يا المشاهدين كتشوفوا كهاد كفتيره خليناها خاص كنديوها معنا للغابه. هيدا كنديروا عليها على العواد باش كتدخن، باش كنصايبوا بها يتاي في الطبيعه. كما كتشوفوا الماء غليان على العواد والماء ديال العين. دابا نتسلى من الماء ونمشيو للعين الماء الطبيعي. نشارككم معكم مشينا نجيبو الماء العين وبقاو معنا تشوفو حتى الأخير. ودابا لقيتونا غنمشيو نشوفو العين، وكتشوفو المناظر في هاد البلاصة. الناس شو كيفاش الناس، كل واحد فيه كيطيب وكل واحد شنو كيعمل، تا واحد مقص في الدار ديالو. هانتوما يا خواني المشاهدين كتشوفو مناظر الطبيعة. وها العين فينا هي، حنا قربنا نوصلو العين. كما كتشوفو يا المشاهدين ها العين، كنعمرو الماء ديال العين صافي. شنو مسمي هاد العين عزيز؟ سميت البلاصه. هانتوما يا المشاهدين كتشوفوا العين هنايا، كنعمرو الماء الماء نقي كيعمرو غير هاد الطويصه هادي وكيشربو. كما كتشوفو الماء ديال العين صافي.
الطبيعة وشوفوا المناظر وشوفوا الخضرة، الماء والخضرة والوجه الحسن. البرادات يا خوتي درنا بالماد العين على العواد، كيشهي ما شهيتكم يا اخواني ويا خوتي المشاهدات. كتشوفوا اتاي ديالنا مشحار على العواد في الطبيعة وبالماد العين. تشوفوا يا المشاهدين شني جبرت، واحد الدويدات غريبة عجيبة، ملتصقين هما دودا كل حدا بوحديتها، ولكن هما ماشي ملتحمين، متحدين اتحاد قوة. كتشوفوا كيف النومة. يلا دابا خرجنا من غابة مدمونة، كنا نمشيو الألعاب اللي كيتواجدو في الرميلات. كما كتشوفو كاين العديد ديال الأشكال والأنواع ديال الألعاب هنايا في الرميلات. وبقاو معانا نتمشيو فين كتشوفو فين مشينا وش نعمل. شنو واقع هنا؟ Thank you.